السلام عليكم المتابعين، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الابراج اللي قدامكم سميتها ابراج شركه مكه بالنسبه للمعتمرين. هذه الابراج راه فيها اسواق كثيره، وتعالوا تشوفوا معنا هذا المحل اللي متواجد في هذه الابراج. محل بدون اسم، هذا هو الاسم ديالو، بدون اسم، سميه المحل بدون اسم. لي يسحبوني كنقول لهم راه ما عندوش الاسم، لا هو سميتو بدون اسم. كما كتشوفوا عنده العبايات تشكيله جديده، هاد التشكيله يلاه جابوها تشكيله جديده، ما كانتش عندهم التشكيله هكذا، شي حاجه زوينه. والقماش شي حاجه فنه، غادي تشوفوهم ملبوسين وغادي تشوفوهم كيفاش كيبانوا في اللبسه، شي حاجه غادي تعطونا التعاليق ديالكم ثم لا تحكموا على هذا الشيء اللي صورت لكم. بالنسبه للمعتمرين هذا المحل كيتواجد في الدور الثالث، طلعي في السلالم على يدك اليسرى، السلالم الكهربائيه ماشي الاسانسورات، السلالم الكهربائيه تدوري على يدك اليسرى في الدور الثالث. كما كتشوفوا عندهم عبايات منبتين باليد، العقيق منبت باليد ماشي غير لاصق، عندهم ما يتشاف. بالنسبة للناس اللي كيقلبوا على العبايات بالأثمنة مناسبة، راه عندهم ب170، عندهم ب200 ريال، عندهم ب300، عندهم ب160، عندهم هذاك الشيء كيختلف، وعندهم الجودة. بالنسبة للناس اللي بغاو شي حاجة كاليتي مزيانة، فهاد المحل أنا كنصح به، محل زوين. بزاف ديال الناس غيقولوا لي كاين الغلا، راه كاين مغلى من هاد المحلات، فانا كنجيب لكم الحاجه المزيانه وتكون ناقصه شويه على المحلات اللي كيكونوا في اي بي. حتى هذا راه في اي بي ولكن عنده الاسعار مناسبه. كما كتشوفوا كيفاش كيبانوا ملبوسين، راه الثوب رائع جدا، الثوب ما كاينش زعما تلقايش في المحلات العاديه، هاد الثواب كيديروه غير الشرقيه، الناس اللي كيعرفوا العبايات الشرقيه والشال، هادو المحلات الممتازين ومحلات الحلوه، هادو هما اللي كيديروا هاد الاقمشه الفي اي بي. كما كتشوفوا انا صورتهم لكم ملبوسين باش تشوفوهم كيفاش كيجيو، شوفوا هاد الساق الفني ونعجبني هاد اللون. ايوا يا المتابعين مرحبا بكم في قناتي، اشتركوا في قناتي ودعمونا باش نقدروا نصوروا لكم مازال باذن الله تعالى. كما كتشوفوا شوفوا هاد اللون الاحمر غزال صراحه، الناس عشاق الاحمر، شوفوا كيفاش جا، وديري معاه شي صاك يكون زوين، يكون فيه شي لمسه فيها الاحمر، يجي واعر صراحه. كما كتشوفوا راه هذاك الشيء زوين عندهم. تنتمنى انكم تزوروا هذا المحل، انا ما كندير له لا اشهار لا دعايه، انا كنصور للمعتمرين اللي جايين للعمره وما كيعرفوش منين ياخذوا شي حاجه مزيانه وبسعر مناسب. كما كتشوفوا فهادو راه عندهم اسعار مناسبه بغض النظر على هاد الاسعار اللي كاينه في هاد العبايات. هاد العبايات السعر ديالهم 48 ألف ريال، 48 ألف ريال. في المحلات الثانيه غتلقاو اغلى اغلى في المحلات الفي اي بي اللي كيبيعوا هاد العبايات. هادو تشكيله جديده بالنسبه بالنسبه بالاورو على حساب يعني 280 240 240 اورو. كما كتشوفوا عندهم فيهم الالوان وعندهم اسعار اقل من هاد الاسعار اللي كنقول لكم انا، راه عندهم اسعار مختلفه. انا غير هاد التشكيله جديده شاركتها معكم باش تشوفوا الديزاين الجديد اللي عندهم، واللي عجبته شي حاجه الله يوفقه والله يسهل عليه. كما كتشوفوا عندهم الالوان فنه، الوان بارده، الوان غامقه، اي لون متناسق وبالتطريز كيفاش متناسق باللون ديال العقيق كيفاش كيجي، شوفوا تبارك الله. وعندهم في الصومو، عندهم في البيض بالنسبه للعرايسات اللي بغات شي عبايه هكا تكون زوينه في اللون، وعشاق الالوان الفاتحه علاش لا، كل واحد والذوق ديالو. حنا صورنا لكم وانتم كتبوا لنا في التعاليق وقولوا لنا كيفاش جاكم هذا الشيء. كنتمنى المحل يعجبكم، المحل راه سبق لي وصورته لكم في القناه ديالي بالنسبه للناس اللي تتابعوا القناه ديالي، تحيه لهم كاملين. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي كنقول له مرحبا بك، واللي عجبته القناه يشترك فيها، الله يجازيكم بخير، شكرا لكم. ايوا هانتوما عندهم هذاك الشيء زوين، وحنا صورنا لكم حتى الاسعار باش تشوفوهم، وعندهم سيكان، عندهم هذاك الشيء زوين صراحه، وشي حاجه متقونه عندهم الاتقان صراحه، هادشي اللي عندهم. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو معنا الفيديو، الله يجازيكم بخير، وتكتبوا لنا التعاليق
والله يحفظنا ويحفظكم، والله يبارك لينا وليكم، والله يعطينا ما كنتمناو ويعطيكم ما كنتمناو. وكذلك عندهم شامبو ديال العبايه، بالنسبه للناس اللي كيشرو العبايه يشرو مع هذا الشامبو. وتحيه ليكم.